مساء الخير. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا هيدي. مرحبا بيك. مرحبا. اي مزهرة غدا اليوم معها ابوها، اي كتضحك وفرحانة. ملاش تحبها؟ اللي جونا لهنا الكل معنا. اللي جونا لهنا الكل بدهم فرحانين. انا ماذا بيا ننفرد بيها وحدها على خاطر مرة جاية ان شاء الله. ان شاء الله تكمل في البرودة الدم اللي عندك هكا والضحكة. رد بالك ربوش، ماهيش وحدها، معها والدها. منظر فضلت سيدي معايا تحكي تمام. شبيك متغشش؟ نستنى فيك خويا شبيش تحكي. يظهر لي عندك برشا حاجات مخبيهم. لا انا ما عندي حتى حاجات، انا عايش واضح كلمتي على لساني وما نخبي شيء، وكتب دفع معايا ويعرفوني الكل. شنو اللي عندي؟ جاب ربي واضح، حتى دوسيتك حرت فيهم. انا اللي باش نخلي وانا اللي باش نحي. دوسيات من قبيله وانا نسمع فيك تحكي على اغاني باش تعملهم الغادة وتحب تعملهم. منظر انت ما كنتش موافق اللي غادة تولي تغني وقت غادة عمرها 16 سنه. سمعت اللي بنتك تغني في مطعم في اللافايت او خلينا نقولوا كباري. هبلت خرجت من الدار والنار تشعل في عينيك. عملت حاجه غادة عمرها ما سمحتك وعمرها ما نسيتها. تحكي انت ولا تخلي غادة تحكيها؟ معناها انا عملت جرم؟ اتخنس شنو عملت؟ انتي فنان؟ ايه. اعطينا نسمع شنو عملت لبنتك اللي سمعت بها تغني وتحب تولي فنان. شو عملت لي انا؟ خويا انا ما عملت كل اللي يلزمه يتعمل. شنو اللي عملت؟ توا نحن نوصفوه من بعد. خويا انا في طنبك السيكسي نتاعي وكاشي كاشو وترشنو ونسر وجاوني قالوا لي بنتك تغني في ريستورون. بنتي تغني في ريستورون؟ انا ما نكذبش عليك، امها ديما تقول لي راي بنتك مغرومه وتحب تغني وكذا، ما في بالي لا بريستورونات ولا الحكايات هذي. وانا ارفض رفضا قاطعا عن الشيء هذي، على الشيء اللي ريته في حياتي انا في الميدان الفن. كان جات ولاد تو نقول طفله ذي معناها فهمت؟ وعلاش الوليد ذي والطفله ليه؟ تاعي باش نولي انت وهو تو شنو خلينا نفسر عندها الحق. يا بعد وعلاش كان جات وليد؟ علاش وليد؟ لا وليد راجل يسلكها. اوه تنجم تكون امراه تسلكها ب 20 راجل. راني ريت مواقف يا هادي صارت قدامي اللي يصير على الرجال يصير على النساء واللي يصير على النساء. موسيقيين يعرفوا ولاد ليل ويعرفوا. فما راهو متراو فما حاجات متراو. كل واحد يفرض الاحترام. انا خفت ما ريت شيء، اما خفت على بنتي. خفت على بنتك من حقك. اي ايش باش نعمل ايش باش نعمل؟ طلبت امها مهمت في التليفون قالت لي قديمه الحكايه في اي عندي صاحبي رئيس مركز كلمته قال لي راني وليت نخدم في شارع كولونيا. قلت له حاجتي بيك شارع كولونيا بعض اللفايات. ربي يهديك يا باباراتزي. مشيت له نقا بيرمانونس قلت له راني هكا الصوره تيقع وتيقع وتيقع الحق سمعني سكر البيرو. قال لي وانت علاش؟ قال لي نفس الكلام. قال لي لا قلت له بنتي مينور وتغني في ريستورون انا نسهر فيه كنت ما تساعدنيش حكايه يا خويا وما نحبش بنتي كذا. مشى معايا رئيس المركز والفرقه بتاعه دخلنا للمطعم هذا مش لازم نسميه. لا زيد سميه لا تفاجعوا جماعة شباب شباب. قلت له خلوا رئيس المركز بعد. طلعنا الفوق نلقاو سي غادة واقفة ودرش تعمل درش تقول قص وابط هبطناها هبطوها من الركح مشينا المركز ناس كل انا في الفترة في اللحظة اللي رئيس المركز والمجموعة قعدوا يغزروا لها وهي تغني وأنا واقف عليهم نسمع في حاجة رهيبة. دخت شنو هي الطفلة عندها الصوت هذا